خالي اللي بره هو قال لهم هي الناس كتير عشان يهبطوا، قال لهم ما يلزمنيش يرمي في اي ترعه اللي هو ابوه. ايوه كان بيفشوا الوقت يدور عليه عشان بيربى، عشان كنا بنسمع كلام مش كويس. ماشي انا ادور من نفسي من غير ما اقول، فالله يرحمه. كان موريني المرات، والله بالله موريني المرات. واخويا كان بيقدمه، والله كان بيقدمه. قبل ما يموت بيوم اخويا راح وقت قال لاخته، قال لي ما يلزمنيش ورا اداك له 10 جنيه 10 جنيه عشان يقعد يمشيني 10 جنيه عشان تقول له ماشي اللي راح يوديه اللي ما يصرفش عليه البني ادم حيوان. والله العظيم ما يستاهلش لو كان باسمه. والله يا سيدي. مدة التأديب قد ايه؟ ربع ساعة 15 دقيقة ينهال على الصغير محدثا كإصابات بشفة أعضاء جسده. أين هذا التأديب؟ الطفل لدرجة إن الطفل خلاص يا خال ويمسك المخدة ويحوش عنه. المخدة ما بتحوش، يشيل المرتبة ويستغطى بالمرتبة، يشد المرتبة وما زال ممسكا بالشومة مضربا بكافة أعضاء جسده. طفل 15 سنة لا حول له ولا قوة، خلق وحيدا في تلك هذه الحياة، لا أب ولا أم ولا خال ولا أي شخص.
ويستنجد. يا خال كفاية أنا بموت. وهو منسكن بالعصا ويحاول الطفل الصغير وهو يبكي ويصرخ ويشد المرتبة على وشه عشان يحوش الإصابات اللي موجودة. بأي ذنب قتلك؟ أي تأديب هذا؟ معالي الرئيس الموقر، إنما يدعيه المتهم في أقوال من تحقيقات النيابة هو أمر للإفتاءات على عدالة المحكمة، ولكن هيهات، نحن أمام منصتكم العادلة وأمام أعضاء شامخ وهيئة موقرة تقرأ ما بين السطور. لابد أن يكون هناك راضعا لهذا المتهم الذي أوعز لنفسه أنه يقوم بتأديبه، ولكن نية القتل تتولد لحظة التعدي. ودي أحكامكم اللي سطرتوها، أن نية القتل تتولد منذ بداية وقعة التعدي، وهذا الأمر ممكن أن تتولد، وهذا وبالفعل تولدت، وهذا على لسان المدعي بالحق المالي، وهذا أيضا على لسان السيد المحامي العام في قرار الإحالة، ولكن هذا أمر مطروح على عدل الهيئة الموقرة. معالي الرئيس الموقر، ضرر معالي الرئيس وهو ركن مطروح أمام الهيئة الموقرة وهو بالفعل موجود، طفل 15 سنة زهرة شبابه أو زهرة طفولته لأب قام بتربيته ويقوم عليه بالإنفاق شهريا، قد أصابه أضرار مادية وأدبية وأضرارا موروثة، وهذا التأدير يقضى على هيئة الموقر. معالي الرئيس الموقر، يفوض الأمر لله ثم لعدالة المحكمة. بداية موضوع الدعوة مع المستشار الموقر، بدأ موضوع دعوانا بمحضر جمع الاستدلال والموجه والمحرر للسيدة وسام والدة المجني عليه، اللي قالت إن أخوها قتل ابنها، وسؤالها بتحقيقات النيابة العامة مصر وأصر، وأمام حضراتكم برضو أصر، وكل كلامها إن المتهم كان بمثابة أب للمجني عليه المتوفى رحمة مولاه، ما كانش خال، لأن هي قالت وأطرت أمام معاليكم إن المتهم الماثل أمام معاليكم ده الولد نزل مولود على إيديه، مين اللي ربه ومين اللي أكل وشرب وعلم لحد سن 12 سنة لحد ما الولد كان بيطفش من المدرسة. المتهم المثل أمام معاليك كان بيعامله معاملة زي ابنه بالظبط، ما كانش خال، كان أب. المتهم المثل ده بالنسبة لمجني عليه المتوفى رحمة مولاه ما كانش خال، ده كان أب. والدليل على كده إن هو اللي كان بيتلقاه في بيته وبيت والدته، وكان المجني عليه المتوفى رحمة مولاه عايش مع المتهم في بيته وبيت والدة المتهم نفسه، ووالدة المجني عليه كانت متجوزة بآخر غير أبوه اللي جاي يديه مادة النهاردة ما يعرفش الولد. أنا بتكلم معهم قبل الجلسة ما شافوش ثلاث مرات في حياته طول 15 سنة، اللي جاي يقول أنا عايز حق ابني ده ما يعرفش ابنه أصلا، اللي هو جاي طالب بحق، اللي جاي يقول أنا عايز حق ابني النهاردة ده ابنك مين؟ لا انت شفته ولا ربيته ولا قاعد في بيته ولا اكله أكلة واحدة ولا شربه شربة واحدة ولا جاب له ملبس واحد طول 15 سنة طوال حياة المجني عليه المتوفى رحمة مولاه. يبقى مين اللي ربى ومين اللي علم؟ المتهم الماثل أمام معاليه. المتهم الماثل في خلال تربيته للطفل المتوفى رحمة مولاه كان بيعمل مشاكل كتير مع الجيران واخرين. سرق الشبشب ده امتى؟ لما المتهم الماثل امام معاليكم قفل البوابه بالمفتاح. فالمجني عليه المتوفى رحمه مولاه الله يرحمه كان شقي، بس مش شويه، كان شقي بزياده قوي، لدرجه انه وصله تفكيره ان البوابه طالما مقفوله وخالي قافل عليا البوابه عشان ما اخرجش واعمل مشاكل مع الناس، طب انا هخرج اهو. طلع سلالم ثلاث ادوار ونط على السطح اللي جنب منه ونزل من سلالم البيت الثاني المجاور له، وهو نازل بالمره سايق خلطته وفرقته وفحصته، قال شفنا المتهم بيعنف المجني عليه، خبطوا خبطتين على راسه، ازاي تشلق شبشب الجيران؟
ازاي تطلع من السطح بتاعنا وتنط ويجي لك قلب وانت عندك السن ده، عندك السن ده وتنط على سطح الجيران. فانا كنت بعنف اللي انا بربيه، بعنف ابني. لو انا كنت غبي عليه ولا كنت قاسي عليه وقدام الفيديو والنيابه العامه نظرته، لا انا كنت غبي ولا كنت بضربه ضرب مبرح ولا كنت اقصد اقتله قبل كده ولا كان عندي نيه قتل. ويوم الواقع، يوم الواقع لا عديت عد ولا جهزت عد ولا بيت نيه ولا عقدت عزم ولا تخيرت يوم العشرين من واحد 2024 لقتل المبنى عليه. هي جت بظروفها كده، وقع وقع الضرب ادت للوفاه. بس ايه الضرب اللي ادى للوفاه وهو بيضربه؟ المتهم التاني المفروض اللي هو متهم تاني المدعو عبد المنصف اللي هو سواق التوك توك، قال له ده بيروح منطقه كذا 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 وبيتعامل كذا كذا.